أردت تهدئة الانفعالات لكي يعمل التفكير وليس لكي لا يقوم بحقهم المسلم. يجب الإنسان، من ليس الدين عن أنت اللي سويته يعني رفعت الانفعالات بزيادة في ذيك التغريدة. ممتاز. هل المرجعية في التفكير هو ردة فعل الناس أم السير على الحق؟ يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي، اسمعني يا بني، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي مع الرجل والرجلان، ويأتي النبي معه الرهط. تصحيح مفاهيم الناس وطريقة تفكيرهم مسؤوليتك ومسؤوليتي. فحينما تأتي هالأزمات، بعض رواد المجتمع ومشاهيرهم همه يدافع عن نفسه. يا سيدي، أنا نفسي ليس لها قيمة، قيمة الأولى عندي لربي ثم نبيي ثم وطني. يأتي بهذه الطريقة، والناس هؤلاء الذين رفعوني فوق رؤوسهم وقدروني في كل مكان، من الوفاء لهم أن أكون مهنيا كل المهنية، ما أكون أناني. دكتور، لما تجي لما تجي أزمة أفكر كيف أدافع عن نفسي وحاملة. ولذلك وش قال بعضهم؟ قال يا جماعة، أنتم شتمتوا طارق أكثر من الأسترالي. وأنا ما أدري شتموني أكثر ولا لا. هذه تعكس يا عبد الله انفعالية ولا عقلانية؟ تماما. ولذلك أنا ليش؟ أنا ما دافع عن نفسي، أنا دافع عن المبدأ. أنادي بطريقة التفكير. تو أنت يا عبد الله سألتك، وأنت إعلامي مميز لكن مو بتخصصك، قلت لو شتمتك قلت أزعل، وأعطيتك القاعدة وضربت لك المثال ثانية وطبقت الجانب الانفعالي، ولا ينقصك يا عبد الله، هذا تدريب له تدريبه. تماما. إذا ما بال الجماهير الكثيرة، وأنت آمنت بالقاعدة واقتنعت بالقاعدة. طيب جماهير كثيرة ولا يأس تنقصهم، ربما حدث الانفعال منهم، ما الذي يحدث؟ لا نقول نبقى على انفعالية الجماهير، لما لا أبحث؟ إذا حدث مثل كذا أرجع وأبحث عن دوري. لما لا تدرب أكثر يا طارق؟ لما لا تقيم دورات أونلاين أكثر يا طارق؟ لما لا تصل أكثر يا فلان يا زملائنا المختصين يا كذا؟ يجب أن نقوم بشيء أكثر لكي نقدم. خذ مثلا على هذا، الصحابة من مثلهم؟ صح ولا لا؟ لما سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف هم في العقيدة؟ ما مثلهم أحد، وتعرف هذه القصة. فرأوا أناسا يعبدون شجرة اسمها ذات أنواط، ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات. مين؟ الصحابة الذي هم أعظم ناس في العقيدة. فطبيعة الإنسان وهو في طريق الصعود، سواء في تدريبه أو في غيره أو في وطنيته، أنه يحدث منه خلل معين. كان لزاما على الرواد، إن آمنا أننا مختصين أو رواد، أننا كيف نتعاطى؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لازم أراعي رغبتهم، خليهم شجيرة الصغيرة.